الصحابة الذين نقلوا القرآن الذين نقلوا السنة. قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. إذن القضية قضية أناس أرادوا هدم هذا الدين، أرادوا رد هذا الدين، وإنما جعلوا الصحابة وسيلة، لأنهم ابتداء لا يمكنهم أبدا أن يقولوا كلاما في كتاب الله أو كلاما في النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في الكتاب وطعنوا في السنة من وجه آخر. وإذاك صرحوا كما قلت، فقالوا: كيف يوثق بسنة نقلها أناس نعتقد أنهم كذابون؟ كيف نثق بقرآن نقله أناس نعتقد أنهم كذابون؟ كيف نثق؟ لا نثق. وإذاك تنبه أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، وقال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، لا لتجريح الشهود، وإنما ليبطلوا القرآن والسنن. والطعن بهم أولى وهم زنادقة، أي الذين يريدون أن يطعنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة، هؤلاء القوم، لهم علينا فضل لا شك. هذه النعمة التي نعيشها نعمة الإيمان، تقرأ كتاب الله غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العظيم الذي وصلك وتفرح به وترفل به، من الذي أوصله إليك؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف لهؤلاء القوم حقهم وفضلهم ومكانتهم وقدرهم. وهذا هو موضوع حديثنا معكم، هو حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. أول ما نجد من هذه الحقوق محبتهم، أن نحب هؤلاء القوم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نتولاهم، بخلاف ما أخبر الله تبارك وتعالى عن المنافقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حتى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم الولاية المحبة والود، أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، وأن نحبهم قربا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أول الحقوق. كذلك من حقهم علينا نصرتهم والدفاع عنهم جملة، أن ندافع عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حقهم علينا جملة، أي على عامة الصحابة، وأن ننصرهم أفرادا. كأن نسمع إنسانا يطعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أو الزبير أو طلحة، أو يطعن في أبي هريرة أو ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ندافع عنهم كما ندافع عن آبائنا وأمهاتنا. والله الذي لا إله إلا هو، إنهم عند الله
خير من آبائنا وأمهاتنا، وعلينا أن نحبهم أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا، لما لهم علينا من الفضل وما لهم من المكانة عند الله عز وجل. أن ندافع عنهم. يحزن الإنسان أحيانا ويغضب وقد ينتقم ويفعل إذا تكلم في أبيه أو في أمه أو أخيه أو أخته، ولا يحزن ولا يجرح ولا يهتم إذا طعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طعن في نقلة هذا الدين العظيم، لا يتألم، لا يحزن، لا يتأثر. ويجب أن يكون هؤلاء أحب إلينا من هؤلاء جميعا. يجب أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، وأن لا نرضى أن يمسه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا من حقهم علينا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما وقعت حادثة الإفك وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها، جاءت أم أيوب إلى أبي أيوب فقالت له: يا أبا أيوب، أسمعت الكلام الذي يقال في عائشة؟ يعني أنها وقعت منها الفاحشة والعياذ بالله، تريد أن تسمع منه رأيه؟ فقال لها أبو أيوب: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ أتزنين؟ أو تفعلينه أنت؟ قالت: لا. قال: والله لعائشة أطهر منك. يقوله أي هذا الكلام لزوجته وهي صحابية، لكن نظر إلى الأخرى فإذا هي أمه، زوجة خير البشر، الطيبات للطيبين. قال: أو تفعلينه؟ قالت: لا. قال: والله لعائشة خير منك. أي لا تفعله عائشة. هكذا كانوا يظهرون محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يسمع البعض منا رجلا يستهزئ بأبي هريرة أو ابن عمر أو معاوية أو أبي سفيان أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتمعر وجهه وما كأنه سمع شيئا، ولو كان الطعن متوجها إلى أبيه أو أخيه لثاره وثاره وزمجره وفعل الأفاعيل. يطعن في أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد على أن يقول: دعوا هذا الأمر، لا تتكلموا فيه. فإذا تكلم في أمه أو أخته أو ابنته قامت قائمته وأقام الدنيا ولم يقعدها، وكأنه يقول، وهو قد قال، إن أمه وأخته وابنته أفضل من عائشة، وكذب لعمر الله. فعلينا أن ندفع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، وأن ننصرهم في وجه من يطعن فيهم. كذلك من حقهم علينا شكرهم والدعاء لهم